كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير تقدم للطلبة خدمات جديدة على بوابتها الإلكترونية للحصول على بيان النقط وشهادة النجاح ووثائق أخرى موقعة إلكترونياً. المرجو الدخول عبر الرابط التالي ثم الضغط على أيقونة طلب الوثائق. لتحميل الوثيقة المطلوبة المرجو الضغط على أيقونة التفاصيل. الوثيقة المحصل عليها تحمل توقيعاً إلكترونياً. للتأكد من صحة الوثيقة المرجو الدخول عبر الرابط التالي وإدخال رمز الاستجابة السريعة.